بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين؟ حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حب عند رب الحرمين. فمن الواجب عينا على الحسين ها فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ الناوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. لست أنساه طريق
بعيدا عن جواري المصطفى، لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبة صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها ها أنا مطرود رجس فاجر في برها تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدة ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صافو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا عدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل الذي قد أقبلا فاتخذ درعا من حزم وصبر سابغ أبا عبد الله ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل الشمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجة بعد يا أبا عبد الله وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القام وقد عزل مغيث قد برى أجسامهن الضرب والسير الحثيث بين السجاد في الأصفاد مغلول اليد وداع قبر جدة ورجاء والقلب ممرود يا مراضة الزهراء يا ونونتي المجهول تمرغ على الرضا وقلبه من الوجر ذايب وعفر خدوده وقلبي بذاك التراب ينادي عزيزك يا بتول من الوجر ذاب
متحير بالوطن ما يحصل له قعود، والله هلا تدموعه ولصق فوق القبر صدره. بأمان الله أمه فاطمة إلا تدموع ولا صقف القبر صدره يبكي وينادي في أمان الله يا زهرة مكسون قلبه من الوجد والله يجبره ورد القبر خيه وقلبه منار موقول خاصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله هذا يا اخويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين لوجوم وانت قضيت اللي عليك من المنية عالجت غصتها وظل اللي علي وقصدي بهالسفرة يا خويا الغاضرية عندي خبر من طلعتي للوطن معه إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في محكم كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب وفاهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
ها هي قوافل الحجاج قد حطت في بيت الله الحرام وتتأهب إن شاء الله إلى عرفة وأداء مناسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم وأن يغفر ذنوبنا وذنوبهم وأن يفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها ويفك الأسارى ويشافي المرضى ويداوي الجرحى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الكعبة المشرفة هدمت عدة مرات، قيل أنه 12 مرة وقيل أيضا أقل أكثر، وبعد أن محيت معالمها الله سبحانه وتعالى هيأ الأرضية والأمر لنبيه إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لكي يبني الكعبة المشرفة وأن يطهرها من الدنس والشرك والأوثان وأن يجعل العبادة لله خالصة سبحانه وتعالى. لذلك القرآن يقول وإذ بوأنا يعني هيئنا، جعلنا الأرضية مهيئة لك يا إبراهيم، وإذ في آية أخرى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهذا دليل على أنه هناك شرك وأوثان وأكثر من 360 صنم معلق على أستار الكعبة. من الذي هدمها وأطاحها؟ أطاحها أمير المؤمنين علي سلام الله عليه حينما صعد على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الحقيقة يعني هي الكعبة أساساً تشرفت بأمير المؤمنين علي سلام الله عليه. العجيب أنه واحد كان في الحرم، شوف هؤلاء يعني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم. هناك أمور من أوضح الواضحات أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولد في الكعبة، إجا واحد من الشيعة وفي الحرم وخاطب وسأل واحد من الوهابية قال له أليس في الكعبة ولد علي بن أبي طالب؟ قال منه قايل؟ منه قايل؟ واحد آخر يعني واحد آخر كان في الفضائية الوهابية اتصل أحد الشيعة يسأل هذا الوهابي، طبعا يريد أنه العالم يشوف هؤلاء على حقيقتهم. قال له ما تقول في هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ شنو جوابه؟ قال كل واحد يتصدق بخاتم تنطبق عليه هذه الآية. في قلوبهم مرض يعني هم يعلمون ولكن كما يقول القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه كلها مرض لتعلقهم بدار الدنيا وبالمغريات وبالمآرب والمناصب، وأيضا بغضهم لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة 1000 عام
ثم ألف عام ثم ألف عام ولم يدرك ولايتنا، أكبه الله على من خريه في نار جهنم. مهما عبد الله شقد عبادة عنده، لهذا أنه يوم القيامة الإنسان أو العبد يمر على 50 موقف 50 عقبة، وأكبر عقبة هي عقبة الولاية. لو تخطى كل العقبات ولم يتخطى عقبة الولاية أكبه الله على من خري في نار جهنم. ما يصير تطوف حول بيت الله وفي البيت ولد أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، خلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفون الذين يطوفون، هؤلاء يجون فقط يؤدون مناسك العمرة ومناسك الحج ويروحون، والعاكفين بعضهم يبقون في الحرم يعني لأيام لمدة أطول للتهجد والعبادة وأيضا للصلاة إلى آخره، ولا باقين في بيت الله الحرام لأنه أيام زمان، يعني مو واحد أنه يطلع اليوم وبكرة يوصل مثل هذا اليوم، لا يعني يقطعون أشهر حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام. أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الذين يصلون في بيت الله الحرام. وأذن في الناس، الأذان مو معناه الأذان المتعارف عليه، وأذن يعني أعلن يعني إعلام، أعلم يا إبراهيم الناس وأذن في الناس بالحج. إبراهيم عليه السلام قال يا رب وكيف أعلم الناس، في سماعة والعالم وين؟ فقال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم مكان المقام حتى صار بإزاء جبل أبي قبيس، وقال أيها الناس حجوا إلى بيت ربكم العتيق. وإذا بالناس ينادون لبيك اللهم لبيك، حتى الذين في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. لكن لبيك كما يقول زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أخاف أن أقول لبيك ويأتي النداء من الله لا لبيك ولا سعديك. ليش؟ لأنه إذا واحد حج إلى بيت الله الحرام والله سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، زين، وبعدين إجى لبلده وفي ظل المغريات والدنيا وكذا وغرق في الشهوات، أو أنه أذنب أو أخطأ. القضية مو هنا، القضية مو في أنه يمكن إنسان يجود نفسه ما يرتكب الحرام أو يروح للشهوة، عنده قوة وعنده طاقة وعنده إيمان يمنع يحجز أن يرتكب المعصية. لكن القضية وين؟ في هذا اللسان. هذا اللسان مشكلة. يعني أنا قلت سابقا وأكرر في محاضراتي، لأنه إحنا أغلب السيئات تأتي عبر اللسان. أنا قاعد بمجلس وما أدري، وإذا أجيب طاري فلان من الناس، اليوم فلان سوى كذا، اليوم فعل كذا، زين، هذا اللي قاعد بالمجلس مو نفر واحد، أشخاص، يمكن واحد من هؤلاء يطلع وينقل كلامي إلى فلان اللي أنا متكلم عليه، يمكن أنا ما قاصد، يعني ما قاصد، وتبدأ الفتنة وبعدين تؤدي القطيعة إلى المشاكل والقضايا. أنا أعرف واحد من المؤمنين، هذا بمجرد أن يسمع في مجلس أو في مكان يسمع
نبرة يعني نبرة أنه راح يتحدثون عن فلان أو على فلان، يقوم يطلع من المجلس، يقوم ما يسمع، لأنه يمكن ما يقدر أن ينهى عن المنكر أو يدفع هذا الأمر، فالأفضل أن يترك المكان، يخلي المكان. بالنتيجة لأن هذه الكلمة يمكن يوقف الإنسان عليها يوم القيامة 1000 سنة، يا كلمة، رب كلمة خرجت فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهك بها العرض الحرام، وانتهب بها المال الحرام. هي كلمة واحدة، الهدم بسيط، البناء صعب، الهدم بسيط بكلمة واحدة. أنا أجي الآن وأتكلم عن العالم الفلاني بلحظة واحدة، أنه فعل كذا وفعل كذا، وأيضا الجهل اللي يعني اللي يسمعون الكلام والعقول البسيطة والصغيرة تصدق هذا الكلام عبر الواتساب الآن مع السريع، يصدقون تعلم فلان قال كذا وهذا عنه كذا، خلاص انتشر الخبر وكلها إشاعة أساسا، الهدم بسيط. بالنتيجة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فإذا لبيك تقول لبيك، لابد أن تطيع الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لا تخن الله أبدا. الخيانة والنفاق لا يتناسبان مع الله سبحانه وتعالى. أنا أصلي الصلاة وبعدين أجي في المقابل أفعل الحرام، يقول صلى الصلاة لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، أو أنا أصلي فقط أؤدي الصلاة هكذا بأي كيفية كانت، أطوي الصلاة طي هالشكل. يعني في ملاحظات مهمة، يعني نشوف أنه بعض الشباب يعني سريعة أقول بين قوسين، في الصلاة الصلوات الجهرية هي للناشئة أو الشباب، الصلوات الجهرية الصبح والعشاءين، في هاي الصلوات تشوف البعض شنو يخفت عند كل الفقهاء، إذا أنه أخفت في صلاة جهرية أو جهر في صلاة إخفاتية صلاته باطلة. تقول له ليش ما تجهر بالصلاة؟ يقول أستحي بعد أرفع صوتي وكذا، ما مطلوب رفع الصوت، أن تسمع نفسك. الصلاة الإخفاتية يعني بحت الصوت الحمد لله، بينما الصلاة الجهرية لازم فيها جهر الصوت الحمد لله رب العالمين، فرق موجود. فإذا هذا ما يعني ما يدري يروح يسأل، يستحي الصلاة ما تمشي وياه، ما تمشي وياه الصلاة، صلاة باطلة. أو واحد لا، أيضا ملاحظة مهمة أنه في الركوع والسجود أو إذا أراد يقوم، فقبل ما يجيب الذكر، قبل ما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، تشوف سبحان ربي العظيم وبحمده بعد ما ركع، إما أنه طير الذكر قبل الركوع أو أنه طير نص الذكر قبل الركوع. هاي يقولون من شروط صحة الصلاة، يعني إذا واحد الشكل صلاته فيها إشكال أيضا في السجود، أو أراد يقوم حتى يجيب التسبيحات قبل ما أنه أو يقرأ الحمد والسورة قبل ما يستوي في الوقوف يقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا ما يصير، ما يصير. بالنتيجة هذه أمور، ويعني الصلاة عليها عماد الدين، عليها قوام الأعمال، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. ثاني حافظ على الصلاة. الإمام الصادق عليه السلام يخاطب واحد من أصحابه يقول له قم وصلي، ذاك الصحابي قال يمكن بعد الإمام اشتبه في صلاتي، عنده خطأ أخطاء كذا في صلاتي شافها،
فقام يصلي الصلاة. يقول لما انتهيت من الصلاة الإمام قال لي ليست الصلاة هكذا. مصلي صحيح، واحد من أصحاب من الخلص، ليست الصلاة هكذا. قال لي أنت واحد من شيعتنا من الخلص، ما تكون صلاتك مثل غيرك يعني. لف الصلاة لف ومشى وخلص. يقول صليت خلص بقى. صليت، القضية مو في أنه صليت، كيف صليت؟ هل بإقبال وخشوع وتوجه وخوف أنه أنت بعد الصلاة هكذا المؤمن، هكذا المؤمن أنه يخاف أنه بعد ما يجي عليه صلاة أخرى تكون هاي الصلاة آخر صلاة إليه، فيكون مواظب أولا على أوقات الصلاة ويصليها في خشوع وتوجه لله سبحانه وتعالى فقط الدفاع. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجال مو مفرد رجل، رجالا يعني مشاة. تقول جاءني فلان راجلا يعني ماشيا، جاءني راكبا يعني على دابة أو في سيارة أو أي وسيلة نقل. رجالا الإمام الصادق عليه السلام يقول الماشي إلى بيت الله الحرام يعني مشيا، له بكل خطوة 700 حسنة وترفع عنه 700 سيئة وترفع له 700 درجة بينما الراكب له 70 حسنة. كل فارق هنا يعني كلما الإنسان كان في تعب ونصب كان أجره أكثر. الأجر شنو؟ على قدر المشقة. ولهذا شوف الواحد يمكن في الطائرة يوصل سريع، يوصل سريع، لكن يتحمل الباص والتفتيش في الجسر 8 ساعات 10 أكثر، ويتحمل العناء حتى يحصل على الأجر الأكثر. وهذا ريد زين. فبالنتيجة أنه أيضا واحد كان قاصد إلى بيت الله الحرام، إيش قد قاطع المسافة إلى بيت الله الحرام؟ يقولون يعني أشهر وقيل السنون يعني سنوات قاطع حتى وصل إلى بيت الله الحرام. يعني كل منطقة يجي يجلس فيها يقعد فيها شهر مدة كذا، وهو جاي منطقة بعيدة، فإلى أن يصل إلى بيت الله الحرام يحتاج إلى وقت طويل. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الضامر هو الحيوان الضعيف. حيوان سابقا ما يصل إلى بيت الله إلا بعد خلص وأصبح منهكا ما عنده طاقة على المشي. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من مكان بعيد. ليش؟ ليشهدوا منافع لهم. شنو هالمنافع؟ هي منافع الدنيا أم منافع الآخرة؟ الإمام الصادق عليه السلام سئل يا ابن رسول الله ما هذه المنافع؟ فقال منافع الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يوسع على هذا الحاج رزقه ويدفع عنه البلاء ويضمن رزقه إلى سنة كاملة. هذا الحاج يضمن رزقه إلى سنة كاملة ويدفع عنه البلاء والأمراض. وأما في الآخرة فيصير هذا مشفع الحاج، يشفع للمؤمنين والمؤمنات وفي درجة عالية من الجنة ويدخل الجنة بغير حساب هذا الحاج. فالواحد يعني إذا ما حج ما توفق. أكو بعض الناس لا عندهم، أعرف واحد قبل كم سنة كان يروح إلى سوريا أيام ما كان سوريا يعني متاحة للسفر وكذا،
وعنده أموال. فقلت له يعني اجمع يعني كل سنة لا تروح سوريا, سنة سنتين لا تروح, اجمع هذا المال واذهب للحج. قال ما عندي فلوس. زين, يروح إيران, يروح سوريا, يروح كذا مدينة إلى آخره, عمرة. فقلت له اذهب إلى. قال ما عندي فلوس. سنة سنتين ثلاث أربع كذا على الحال, إلى أن وصل عمره 43 سنة وأصابه والعياذ بالله السرطان. وطبعا مات فيه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن لم يحج إلى بيت الله الحرام. الإنسان ما دام في صحة وفي عافية هي فرصة وعنده إمكاني أن يروح, يروح. زين, لأن الفرصة الآن تجي بكرة ما تجي, سنصير في بعيد الشر, دفع البلاء, يصير في علل أمراض كذا مصائب, ما يقدر, ما عنده أمكاني. الصحة ما تساعد على ذلك, تروح فلوسه في مكان مكان ما خلاص. نتيجة هذه فرصة. واحد من أحد المراجع إجا خاطب واحد من المقاولين, قال له أنت ليش ما تروح الحاج, اسمه مشكور, هذا في زماني اسمه مشكور وعنده أموال وكذا. قال أنا إذا أروح الحاج عندي بضاعة وتجارة وكذا وأطالب ناس وهم يطالبوني. قال له روح أنت وأنا أتحمل كل هاي الأمور عنك. يقول لما سافر إلى بيت الله الحرام رجع كل شيء أفضل من الأول. انت رايح لله سبحانه وتعالى, لله وفي سبيل الله, وانت تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. نتيجة هو هذا, ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات, ايام الحج, على ما رزقهم من بهيمة الانعام, فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هي الأضحية. بعدين ثم ليقضوا تفثهم. التفث يعني الأوصاخ والأدران, لكن مو المقصود الأدران المادية, الأدران المعنوية. يعني إذا واحد انتهى من الحج, وكما في الأخبار أنه في عرفة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف حاضر يحضر في عرفة ويسلم على المؤمنين سلام الله عليه, فيخلي الأدران أوصاخ الداخلية الذنوب والآثام, وخاصة لما يكون في عرفة ودعاء عرفة, دعاء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه, هذا الدعاء العظيم الذي تخشع له القلوب وتبكي له العيون, بعدها البكاء والخشوع يرجع الإنسان للذنوب مرة أخرى للدنيا. خلص توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى. ثم ليقضوا تفثهم ليلتقوا بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف, وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الحج, الحج في الحقيقة هي صحيح مناسك يؤديها الإنسان, وينتهي من هذه المناسك, لكن شوف الألطاف الإلهية, شوف التعب, وبالذات في رمي الجمرة العقبة الكبرى, وأنه الطواف الأخير والعالم والزحام وكذا. لكن لما يرجع هذا الحاج إلى وطنه, ها, يتمنى, ها, الرجوع إلى بيت الله الحرام مرة أخرى. هي ألطاف إلهية, لطف إلهي للحاج والمؤمن, يتمنى أن يعود إلى بيت الله الحرام. لكن الحسين شلون سلام الله عليه, ها, الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله, ها, يمنع, يمنع من الحاج. الله يا أبا عبد الله,
يمنع 30 شيطان من شياطين بني أمية. اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وإذا بالنداء من جبرائيل: حبيبي حسين اخلع، انزع احرامك واجعلها عمرة مفردة. ويدخل على زينب الحسين ونازع احرامه، تقول له: ابا عبد الله ليش نازع الاحرام؟ انت بالحاج، انت بالحاج. رحم الله هذا الشاعر، يقول: نازع احرامك والخلق كلهم محرمين، والبايك بك متشرف ومسرور يا حسين. ابا عبد الله قال: هنزعت احرام حج دول الاسلام، حج ما هم في هالارض يا بنت الاكرام، حج بوادي كربلا مدخور جدايام، واما الاضاحي هالشبول الهاشميين، هالفتية اللي واقفة ذول الضحايا، ابا وقف على اجسادهم صرعا وعرايا، ويم النهر بضحي بشايل الراية، مقطوع راسه والسهم في محجر العين. بعد يا زينب ونزع الى الاحرام، بنزع سهم مسموم من وسط قلبي ويمتلي شفي بالدموع، وبطلع من قفاي وقلبي بنار مبروي، ودم الجروح تسيل من جسمي الصوب، وتحليق راسي دون هالعالم يا حرة، شمر الخنا بالسيف يا حزن حري، وهب يصعد على صدري وانا بحارة الغبرة، وانت على الناقة وعلى جسمي تطوفي. الحسين تحرك الى مكة، واذا بعبد الله بن جعفر في الطريق، قال لأبا عبد الله: الحجاج جايين يحجون بحجك وانت طالع من مكة، رحمك الله يا ملا عطية. يقول له: وين حجك والمناسك، وين هديك وين نحر، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجر، تطلع تترك الكعبة ما تقل شي العذر، راد يتكلم ابو سكنة وهل الدمعة. قال: انا غصب علي من ارض مكة طلعتي، اتلومني والخبر عندك يا ابن عم بحالتي، نيتي العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حر. هالسنة حجي أعيد تعين بواد الطفوف، أرد أضحي بهالصناديد الذي حولي يقوم، هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع الشفوف،
هذا ما يهنى بساعة بين عرس وذبحته بعد ولا يا تشوف شلون هرول من ينادين شباب ولا يا تشوف شلون هرول من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والنحمة بين الاطناء نايم صوب المشرع وانظر قمر عدنان غائب ونايم صوب المعركة للولد وارفع جثته وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقض كل هالمناسيك يوم عاشور الظهر اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسيك يوم عاشور الظهر اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري شبيه يفري اوداجي ومشتي بالظما متفتته واحسن بعد وثوب لمخرق احرامي وثوب لمخرق احرامي وينسلب فوق الثرى وثوب لمخرق احرامي وينسلب فوق الثرى وظل ضامي وظل ضامي بالعرى ويرتفع راسي على الذابل وزينب تنظر تجذب الحسرات ويح قلبي تجذب الحسرات كل ما شافت الله يا زينب يا زينب يا زينب تنادي انا ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا اهل عندي ولا بلد يمي قريبة عني اش دعوة يا علي مطول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل عزاءنا شافي مرضانا فك أسرانا ارجع مسافرين إلى أوطانهم سالمين غانمين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك ولأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات